حميد قطيني، متطوع في الدفاع المدني السوري. نحن هنا اليوم نظمنا وقفة في الذكرى السابعة لمجزرة كيماوي مدينة خان شيخون، الذكرى الأليمة التي استهدف طائرات قوات النظام الأحياء السكني المديني بغاز السارين السام. راح ضحية هذا الهجوم أكثر من 90 مدني ماتوا خنق بالغازات السامة، وأصيب أيضا أكثر من 500 مدني بحالات اختناق. المجزرة الأليمة المروعة حتى اليوم لا ننسى مشاهدها، لا ننسى بشاعتها، لا ننسى تغافل المجتمع الدولي عن العدالة المنتظرة للضحايا ولزويهم ولحقوق أهل الضحايا اليوم الغائبة. اليوم نحن هنا نقف بعد 7 سنوات أهالي مدينة خان شيخون، ونحن وخسرنا مدينة خان شيخون نتيجة استمرار هجمات قوات النظام وروسيا واستمرار الجرائم واستمرار العمليات العسكرية ضد المدنيين التي قتلت المدنيين بالسارين، وبعدها هجرتنا من مدينة خان شيخون إلى مناطق الشمال السوري، أيضا للمطالبة بإنشاء محكمة استثنائية لمحاسبة المجرمين ومرتكبين المجازر الكيميائية في سوريا ومرتكبي جرائم الحرب، أيضا لكي لا يتم إعادة مثل هذه الجرائم سواء كان في سوريا أو في أي بلد آخر.